السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. حلقة مفتوحة بنستقبل فيها تليفوناتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. أمين يا رب، رزقنا الستر والصحة والرزق الطيب الحلال الوفير يا رب. قوت لا إله إلا محمد رسول الله. إحنا كل المشاهدين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، ربنا يتقبل. اللهم أمين يا رب. إزيك يا شيخ؟ عاملة إيه أخبارك؟ كويسة الحمد لله تمام. دايما أنت مذيعة على طول. أيوة لازم. برنامجي وبيت دعاء وبيتي وكله. يعني ما ينفعش ابقى مذيع مره؟ ما ينفعش. طب تسمحي لي اسالك سؤال ولا صعب؟ يعني خليه مذيع مره. اسال ولو عجبني السؤال هجاوب، ما عجبنيش مش هجاوب. كده كده معانا تليفونات. طب لا لا دخلت التليفونات. لا قبل التليفونات معلش يعني اسف. يعني هسالك سؤال، لو ان سيدنا النبي اللي انت بتحبيه عليه الصلاه والسلام نفسك تروحي تزوريه ان شاء الله، ربي يجمعنا ان شاء الله باذن الله. يا رب لو دخل عليك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن، داخل علينا الآن ودخل عليك الآن الآن، شعورك إيه؟ وإيه الطلب اللي هتسأليه من النبي صلى الله عليه وسلم هتطلبه من سيدنا رسول الله؟ اللهم صل وسلم بارك عليك يا حبيبي رسول صعب الله. السؤال؟ سؤال صعب جدا، سؤال صعب جدا جدا جدا. هو السادة المشاهدين كلهم لو سيدنا النبي دخل عليهم نفس السؤال هتعمل إيه مع سيدنا النبي؟ إحساس فظيع طبعا جميل، و الواحد يعني لو تخيله هيحس انه انفصل عن العالم لشويه وقت كده، لدقائق ينفصل عن العالم. طب هو لو قال لك اطلبي طلب واحد منه، هو هتطلبي ايه من رسول الله؟ شربه من ايد النبي، الدعوه اللي بدعيها كل يوم، شربه من ايد النبي صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر، لن اظمأ بعدها ابدا يا رب. ان شاء الله ربنا يا رب. جزاك الله خيرا. الاجابه صحيحه. الاجابه صحيحه. ماشي. هتديني كام؟ ما خلاص الاجابه هتشربي من ايد النبي. عاوز ايه اكتر من كده؟ يا رب. اللهم صل وسلم بارك عليك يا حبيبي رسول الله يا رب. كلنا ان شاء الله. احنا ناخد اول تليفون. ام احمد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك حبيبتي. اهلا بيك. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي سؤال. اتكلم في ايه بس؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال الاولاني يا شيخ، جوزي اتوفى هو وولاده اثنين، بقى لهم 14. بصي هو الصوت بعيد شويه، بتقولي ايه؟ جوزك اتوفى؟ اه بقى له 14 هو وولاده اثنين. هو وولاده؟ اه اثنين. البقاء لله يا حبيبتي. ولاده يعني مش ولادك؟ لا ولاده هو. ماشي. اه فدفناهم في تراب، واحنا هنعمل تراب وقلنا هننقلهم فيها. لا 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 يا حاجه، لا مش انتم مش هم اتدفنوا؟ اه خلاص كده مكانهم، ومحدش يشيلهم بقى من القبر خلاص. محدش يشيلهم؟ لا 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 يجوز نبش القبر. ماشي يا عم الشيخ. السؤال الثاني، والبقاء لله ونسأل الله ان يرحمهم رحمة واسعة يا رب يا رب يا رب. السؤال الثاني، جوزي عليه الواحد 2000 3000 جنيه. تمام. رحنا عشان نديهم له، قال لا انا عايز 20000 جنيه. هو كان مؤجر دكان عندنا، وساب الدكان ده من فتره كبيره من 30 سنه. فجوزي قابله من 10 سنين كده وقال له تعالى خد الفلوس اللي ليك عندنا. قال له لا مش هاجي اخدهم. لا هو مأجر المحل ده اللي هو الايجار القديم؟ اه لا كان ب 300 جنيه. ايوه. اللي هو القديم اللي هو العقد المفتوح على طول ده؟ لا محدد. ولا عقد محدد بمده؟ ايوه. يعني الراجل ليه كام؟ له 3000 جنيه. ليه 3000 جنيه؟ هو بقى بعد ما جوزك مات بيقول لا ده انا ليا 20؟ عايز اخدهم 20000 جنيه. ازاي يعني ليه؟ على اساس ايه بيقول كده؟ لا بعيدا بعيدا يا حاجه يا حاجه، هو اجر المحل دلوقتي، المحل ده مده معينه؟ ايوه. مش المده دي انتهت ولا لا؟ لا مش عقد مفتوح، مده محدده وسابه. سابه خلاص، سابه بس كان في فلوس لسه ما دفعهاش للراجل صح؟ ايوه. كان عليه 3000 جنيه للراجل. ايوه. الراجل بقى عايز ياخدهم 20 ليه؟ قبله من 10 سنين قال له تعالى خد فلوسك، قال لا مش هاجي اخد فلوسي. فلما مات طبعا بيسدد الفلوس اللي عليه. طبعا. رحنا له بالليل قال لا مش هاخد الا 20000 جنيه. ده ايه ده؟ ولادي راحوا له وقعدوا يتحايلوا عليه وكده، مش راضي ياخد الا 20000 جنيه. فاحنا عايزين نعرف نعمل ايه؟ هو عايز فوايد يعني؟ بيقول لك انا لو يعني لو متاخرهم من 30 سنه هيجيبوني. ايوه هو كان واخد يا حاجه، هو كان انتوا كنتوا واخدين الفلوس 3000 ليه؟ محل ايجار المحل؟ محل ايوه مأجره. ايجار المحل وما قدرش يدفع الفلوس وقفل المحل صح كده؟ اه تأمين، تأمين للمحل. لا التأمين التأمين تردوا له 3000 جنيه ما تزودوش جنيه واحد. ده تأمين؟
ده مش فلوس الايجار. لا يا فندم مش راضي براحته، فلوس تأمين. ادوله فلوسه، ارمي له الفلوس بتاعته وخلاص. طب ناس قالوا لنا لما يموت يديهم لاولاده ورثهم. يا فندم روحوا تخلصوا منهم، ادوا 3000. لو قال مش هاخدهم يرمهم له كده ويمشوا، هو بالعافيه يدوا له الفلوس ويمشوا. يعني ياخدهم خالص ان شاء الله، يدوا لهم لاولاده ان شاء الله. ما خدهم يعني يديهم لاولاده. اقول لهم خدوا فلوس ابوك اهو. لا ادهم له، يعني هو ايه مش راضي ياخدهم، اتفضل الفلوس وسيبهم يمشي. عايز 1000 جنيه. لا سيبك من هو عاوز 20، التامين مكتوب 3000، ياخد ال 3000 جنيه. ايوه احنا قلنا كده. لا ما تدلوش ولا جنيه زياده. لا ما تدوش ولا جنيه زياده. ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا حاجه، ربنا يكرمك يا رب. يعني المفروض ان الموت ده اكبر عبره وعظه للانسان، والواحد لازم يعني ياخد العبره دي ويقرا الرسائل دي. لكن يعني مثلا حد مات، انا بدل ما اسامح واقول خلاص هو مات يلا انا مسامح عشان يبقى لي عند ربنا، والراجل مات وبيتحاسب دلوقتي، خلاص مش عايزه اسامح اخد حقي. لكن عايز فوق حقه، يعني اصل لو كنت تاجرت فيهم، اصل لو كنت يعني دي ربا دي ولا دي ايه دي؟ سيده عائشه رضي الله عنها كانت بتقول كده، كفى بالقران زاجرا وواعظا. يعني القران تقرا القران فتقول سمعنا واطعنا. طب من لم يكفه القران فالموت يكفيه. طب والموت ما كفهوش، من لم يكفيه لا القران ولا الموت؟ قالت فالنار تكفيه. يعني هو لا القران ولا الموت. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات، أول ما الإنسان يذكر الموت تلاقي الحياة تنغص على الإنسان. ومش صح كده ولا إيه؟ طب هو الراجل مات هو، أنت بقى بتطلب أكتر من حقك ليه؟ يعني وإيه المبرر؟ أنت دافع، أنا دافع 3000 جنيه تأمين. يعني إيه تأمين؟ هتسترد الفلوس دي ولا؟ طب ما كان ساعتها بقى كان قال لك أنا عاوز التأمين ده 50000، كنت ساعتها هتقول ايه؟ ازاي وبتاع واحنا ناس غلابه وبتاع، كفايه 3000 جنيه. طب لما تطلع وعاوز تسترد التامين بتاعك ده هتقول لهم لا ده قليل، ما انت دافع هو ده العقد. فالزياده دي ليه تاخدها باي وجه حق؟ وربنا تبارك وتعالى قال لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ده ربنا قال الكلام ده. انت عاوز تاكل نار وتحطها في بطنك ولا ايه بالضبط؟ فلازم الناس تنتبه للمسألة دي. طب احنا نديله ايه؟ 3000 جنيه. هو مش راضي ياخدهم، اتفضل خدهم اتصرف فيهم. هيجري ورانا يعني يقول لنا خد الفلوس؟ خد فلوس اهو، سيبهم يرموهم كده الفلوس ويمشوا. معانا تليفون. ايه يا سعاد؟ عليكم السلام، اتفضلي. انا عايزه اتكلم الشيخ احمد بس. اتفضلي يا حبيبتي سؤالك. اتفضلي يا اتفضلي. انا حماتي طردنا من البيت وساكنه وكده، فحماتي قاعده معايا يا مريضه. لا بصي احنا مش فاهمين يا ايه وصوتك. يعني حماكي ساكنه في بيت عيله؟ ايه ساكنه في بيت عيله؟ لا انا حماية طردنا في رمضان اللي فات. طرد مين؟ الساعه 2 بالليل. ايه طرد مين؟ طردني انا وجوزي وحماتي وعيالي، فاحنا ساكنين بره في شقه وكده. فانتوا رحتوا سكنتوا في شقه لوحدكم وخدتي حماتك معاكي؟ ايوه خدت حماتي معايا، هي مريضه سرطان. ربنا يشفيها شفاء تام. ربنا يشفيها رب يعافيها. فالمهم يعني هي قاعده معايا، هي ست كويسه وكده، فلما عماتي بيجوا يقعدوا معانا فبيضايقوني بالكلام. عماتك يعني اخوات جوزك؟ اخوات جوزها. ايوه اخوات جوزي. بيضايقوني بالكلام وكده، وبيقعدوا بقى مثلا لو حد عايز يشرب يقول لي امي هات لنا نشرب وكده، فانا مستحمله عشان خاطر حماتي بس مش اكتر. بيضايقوكي انت ليه بقى؟ فيعني مثلا عمتي ما كانت عندنا قعدت تتكلم على واحده اسلوب وحش، فبقول لها صلي على النبي يعني ما تتكلميش كده. قعدت تقول لي ما لكيش انت دعوه وما تتكلميش وما تدخليش، ودخلت فيها يعني وكلمتني باسلوب مش كويس. وانت طبعا متضايقه، انت متضايقه عشان انت حاسه ان انت شايله مامتهم، فهم المفروض يعملوكي كويس. فهم بيعاملوني وحش جدا وكده، و فالواحد يعني ما بيتكلمش عشان خاطر حماتي بس، فالواحد يعني فمش عارف يعمل ايه وكده. طيب ومامتهم مثلا ما بتقولهمش عيب او كده، ده هي شايلاني زي بنتي؟ لا. او اي كلام من ده؟ لا ما بصراحه ما حدش بيقول لهم حاجه، ما حدش بيقول لهم عيب اي حاجه خالص. لما حماتي بتقول لهم مثلا قوموا مراتك تعبانه قوموا اعملوا، يقولوا لي احنا ما بنقومش نعمل حاجه. طب وهي اصلا هتفضل سايبه بيتها حماتك؟ يعني مش تحاولوا تصلحوها على حماتي؟ لا ما اصل حمايه مش كويس، حمايه بيقعد مع ناس مش كويسه وكده وبيشرب هي مرتاحه يعني كده. بصي يا ايه
يا يعني التحمل اللي انت فيه ده ان شاء الله مع الصبر لك الاجر العظيم ان شاء الله. يا ربنا بيقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب كالماء المنهمر، فابشري فانت ان شاء الله ليكي اجر كبير جدا، اجر الصبر واجر التحمل واجر الخدمه لحماتك. لكن لما تشوفي اللي هو عماتك بقى بيتكلموا بيغتابوا وبتاع، سيبيهم وامشي، سيبيهم وامي، يعني بيقولوا اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزول انت عنه. امشي اسيبهم، اسيب لهم اعجبكم اهليله وتعدي والسلام ويمشوا واستريح منهم ان شاء الله. لكن هم مش من حقهم ان هم يضايقوها في الكلام. هي تصبر وتستحمل جوزها ماشي، ده لا ده حاجه، ده حاجه ثانيه، مرض حماتها. لكن اكتر من كده الزوج لا. الزوج هو لابد ان يتصدى للمساله دي، لان دي مهزله. ان دايما، وعلى فكره دي من اسباب اللي احنا بنتكلم فيها بقى في الحلقات التدخل الحلقات بتاع التدخل، فاكره؟ ايوه. اللي هو دي من ان هي الأسباب. تدخل، ان المشاكل الزوجيه بتكون بسبب تدخل الاسره. ايوه. بسبب ايه؟ بسبب ان التدخل ممكن يكون العامه دي فاكره نفسها اللي انا يا ما هنا يا ما هناك، واخده بحر، فتبدا تتدخل، وبعدين امي هات لنا نشرب، امي هات لنا مش عارف كذا. مين اللي يتدخل؟ هي ما تتكلمش، انا بقول لها ما تتكلميش، لكن اللي يتكلم ويدافع عنها هو الزوج، هو الزوج. وما تحاولوش تكسروا حماتك، يعني بمعنى ايه؟ ان الزوج يجي يقول لها مش بكفايه شايله ماما، ممكن ده يقول قدام مامته الكلام ده، فمامته تزعل، تاخد على خاطرها. يعني هي مريضه سرطان، ست كبيره مطروده من البيت من جوزها الظالم، الراجل التاني الظالم ده اللي هيشوف الويل ان شاء الله في الدنيا والاخره بسبب طرد المراه دي والمريضه كمان. فما تكسروهاش بالصوره اللي هو ما شايله وبتاع مش عارف ايه. لا، الزوج هو اللي لازم يتدخل، لازم يدافع، هو اللي بيحمي زوجته، هو اللي بيحمي عرضه من اي كلمه. سواء الدفاع ده بيبقى حسي ومعنوي يا استاذه دعاء، ممكن ياخدها في الاوضه كده جوه ويقول لها معلش استحملي، شوفي والله اخرجها، هات لها هديه من ورا حتى الدنيا كلها، هات لها هديه ويقول لها جزاك الله خيرا عشان انت شايله امي وشايلانا وبتاع، والله جميلك ده فوق راسي، انا مش عارف اودي جمايلك فين. الست بذلك تبدا ترتفع المعنويات بتاعتها، تقول له لا والله ده امك دي امي، ايه ده انت ازاي تقول لي ده امي والله، وتلاقيها نشيطه في خدمه الايه، في خدمه الحمل. لكن انا عاوز ابشرك ان ده هل جزاء الاحسان الا الايه، احسان الا إيه؟ هتلاقي ده في الدنيا ان شاء الله قبل الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنعوا المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات، فتلاقي ربنا بيدفع عنك بلايا ومصايب، لكن هو حطك في امتحان واختبار وان شاء الله تنجحي فيه ان شاء الله. استاذ بهاء اهلا وسهلا. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام، اتفضل حضرتك. انا عندي مشكله جامده قوي في البيت عندي. اتفضل الشيخ معاك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ بهاء. ماشي يا باشا. عندي مشكله جامده قوي، ابويا اتصل على امي ومطلقه وقاعده عندي في البيت. تمام. وعماله تشتم وتدعى الناس. لا حول ولا قوه. هي عندها كام سنه يا استاذ بهاء؟ ايه عندها كام سنه؟ عندها زي حوالي 58 سنه او 56 سنة. هل هي يعني عقلها في حاجة بتاع ولا هي طبيعية؟ سليمة وكل حاجة. نعم؟ ايه؟ سليمة وكل حاجة. هي شخصيتها صعبة يعني؟ لا، هي صعبة، بس هي صعبة في الأسلوب وفي التعامل، بتشكي كتير وبتفضل كده على ده وده، وبتعالى كتير وأقول لها ما تشتميش، وأجي أجيب أكل أقول لها تعالى اتغدى معايا وتعشي معايا، وما تقدرش تتعشى ولا تتغدى. تقدر تشتم فيا، تشتم في مراتي، وتبني على عيالي صغيرين عنده ولد وبنت. ليه كده؟ ليه هي طريقتها كده يعني؟ مش عارف. هي اصلا كانت طول عمرها كده مامتك يعني؟ طول عمرها بتشتمه وبتزعق وكده؟ وتفضل كده على عيالي تقول لهم مامتك. وتفضل كده على بنتي الصغيره عندها سنتين ومحمد ابني عنده 5 سنين. ماشي. فانت طبعا انت بدات تتضايق ومراتك متضايقه. وايه؟ الصوت راح. طب ليك اخوات يا استاذ بهاء؟ ليك اخوات؟ ليا اخوات. طب حد بيتكلم معاها؟ ما ليا اخت صغيره برضه وحش، بتفضل تخلطها وتقول لها ما تمشي الصح، واخويا الكبير مش فاهم حاجه. اخويا الكبير برضه حتى ما بيقولهاش ده عيب ومش عاوز اصالحهم على بعضيهم. طب ثانية واحدة، هي قاعدة عندك أنت بس ولا بتروح عند اخواتك كل واحد شوية؟ لا، هي قاعدة عندي في البيت بس. ليه عندك أنت بس؟ أبويا قاعد في البيت التاني، هو وأخويا الكبير ومراته وعيالي.
ماشي. اه واختك في بيت جوزها. متجوزين. والدك طارد مامتك صح؟ متطلقين. 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 انتوا ترجعوهم لبعض. ماشي ما فيش فايدة. حاولت؟ اه حاولنا والله مش راضي. هو اللي مش راضي؟ اه. اكيد. هي راضية، هي عاوزة تيجي دلوقتي قبل شوية كده، عاوزة ترجع له. عايزة ترجع لكن هو اللي مش عايز. هو اللي مش راضي اه، عشان هي عصبية بتبدأ تشتم وتتكلم كتير. لا حول ولا قوة الا بالله. انتم في اختبار يا استاذ بهاء، وربنا تبارك وتعالى لما جعل الابتلاء كل واحد له ابتلاء من نوع معين. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ده نوع من انواع الاختبارات الصعبه جدا على الانسان، حتى يرى الله رب العالمين سبحانه جل وعلا هل تصبر، هل تتحمل هذا الاذى ولا لا. لان في النهايه الانسان يبقى بين نارين، لان دي في النهايه ام، وانا نفسي اللي هي الاهانه، انت ازاي تهنيني في النهايه. انا لا ومراته واولاده اه يعني تهنيني وتهني البيت يعني، لكن في النهايه دي ام. طب انا اطرد امي؟ طب اعمل ايه؟ فانت في اختبار صعب. شديد جدا جدا جدا، لك الاجر العظيم ان صبرت على ذلك. وكلمه بقى نوجهها للام دي، لان هي يعني لسانها مش كويس. انا عاوز اقول لها حاجه، يعني اللي جاي مش قد اللي راح. في حديث ابي هريره كما في الصحيح ان قالوا يا رسول الله ان امراه يذكر من صلاتها وصيامها وكذا وكذا وكذا، وانها تتصدق بكذا وكذا، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. امراه كثيره الصلاه، كثيره الصيام، كثيره الصدقه، تفعل خيرا كثيرا، لكن عندها خصلة واحدة سيئة اللي هو بتؤذي جيرانها بلسانها. ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الخصلة تكب في النار. فقالوا له طب يا رسول الله واحدة ثانية يذكر، شوفي بقى بتصلي الفرض بس وبتصوم رمضان بس، ولما تيجي تتصدق يبدأ يمكن يعني الزكاة ولا الحاجة القليلة وخلاص، تتصدق بالأثوار من الأقط، عارفة العيش الناشف ده أو الجبنة، لكن فيها خصلة حلوة لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. إحنا بنعمل لغد، الدنيا 58 سنة مش هنعيش أكتر من اللي فات، وأعمار أمتي ما بين 60 و70، فلابد أن ننتبه إلى ذلك. ثانيا ابنك اللي شايل ده أي نعم هو مش هيوفيك حقك أبدا على إطلاق، بس لابد اللي إحنا نراعي نفسية الزوج اللي هو ابنك ونفسية مراته ونفسية الأولاد. فحاجة بلاش المرأة تكون سليطة الإيه؟ سليطة اللسان. قال معاذ وهل نكب في النار على بسبب ألسنتنا يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخره إلا بسبب حصائد ألسنتهم. اللهم عافينا يا رب. فكان سيدنا النبي يقول كما في حديث معاذ بن جبل إنك لن تزال سالما ما سكت، فإن تكلمت كتب لك أو عليك. سبحان الله. طيب معنا نورهان، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. أنا نورهان اللي كلمت حضرتك المرة اللي فاتت. أهلا وسهلا. كنت بتقولي إيه نورهان؟ كنت بقول لك حضرتك هو أنا دلوقتي أولاد زوجي دول، لما فاكرة أنت القصة؟ لا صح؟ فكرين. فأنا قلت لك أولاد زوجي بيشتموني ويضربوني وكده يعني، وانا كنت داخله عليهم بنيه صافيه. ايوه نورهان، وانت اللي عندك بنت صغيره. طب وحضرتك دلوقتي وانا لما قلبي اتغير من ناحيتهم دلوقتي، انا في الذنب على ان انا دلوقتي ما بقتش احبهم؟ لا الحب. بس ساعتها الشيخ سالك المهم تكوني ما بتعامليهمش وحش. لا مش بعملهم وحش، بس بصي يا نورهان، المعامله على قد الحاله. انت طيبه، فيعني انت انسانه طيبه. الحب ده لا بايدي ولا بايدك، صح كده؟ ابن حزم كان يقول كده ايه، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها. سيدنا النبي قال كده، لكن هو كان بيقول القلوب مش بايدينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فالحب لا بايدي ولا بايدك، كونك تكرهي تحبي. سيدنا عمر قابل واحد كده فقال له بقول لك ايه، انا يعني اللي هو قاتل زيد بن الخطاب، قال له مش عايز اشوفك. قال له ما بحبكش يا اخي، انا هعمل ايه؟ وده امير المؤمنين عمر. قال له هذا يمنعني حقي يا امير المؤمنين.
لا. قال له لا لا يمنعك حقك. قال إذن عاوز تحب ما تحبش، إنما يبكي على الحب النساء. يعني الحمد لله. يعني أنا عندي سؤالين تاني لو سمحت. قول يا حبيبتي. عايزة أستفسر بس عن حضرتك، يعني أعرف حضرتك حاجة. اتفضلي. هو أنا مش بقول لأبوهم، يعني ما بقولوش ما تصرفش عليهم، بص أنا عايشة إيدي من أي حاجة تضرهم في أي حاجة. أيوة. ولكن مخلية المعاملة بيني وبينهم على حسب، أنا عايزة أتفضل مش عايزة خلاص. خلاص يعني أحسن. بس. عشان ما يحصلكيش مشاكل. وانا اقضى على كده، او لما اشوف عيل بيعمل غلط كبير وما اقولوش ده غلط فاشيل ذنب عليه بس. لا يعني انتوا بتقدري الامر، لو الولد ده بتقولوا له يا ابني ده غلط فلاقي هتلاقي الرد رد سيء ما تتكلميش، روحي قولي لوالده. السؤال الثاني بقى حضرتك لو سمحت، احنا عندنا عربيه، يعني العربيه دي سواعي بتطلع يعني تسترزق كده من بره، وسواعي في يومين العيد ايه حد يعني واحد جماعه اصحاب اخويا قالوا لي ايه، قالوا لزوجي ايه احنا هناخد العربيه دي تودينا منطقه نتفسح فيها، والدي هتعمل هتاخد كام؟ قال لهم يعني اليوميه بتاعتها 400 جنيه. قالوا له خلاص اتفقنا معاك. هو قعد اليوم ده يستنى فيهم، وتجينا طلبات تاني من ناس تاني، تعالى ودينا، يقول لهم لا انا محجوز، تعالى ودينا لا انا محجوز، لحد ما فوجئنا ان هم قالوا لا احنا مش هنروح النهارده. طبعا هم ايه طيروا منا اليوم، يعني الرزق بتاع اليوم ده طار. ايوه. فهو قال لهم لا انا عايز، فهو ايه بيضحك مع اخويا وبيقول له لا خلاص انا هاخد يا عمي ثمن اليوم ده منك. فاخويا راح قال لاصحابه قال لهم ايه ده، هو قايل هاخد الثمن اليوم ده منكم، لموا له بدل ما يدوا له 400 جنيه اعطوا له 250 وقالوا له ايه اتفضل. فهو قال لي زوجي قال لي لا مش هاخدها، قلت له لا هناخدها، ما احنا اليوم ده احنا قعدنا من غير مصاريف ومن غير يعني حاجه فهناخدها، فهل ده حرام ولا حلال؟ لا مش حرام. لا مش حرام يا نورهان، مش حرام. انا قلت له لا هناخدها. خدوها وكلوا بيها وبسطوا كده ومش حرام، عشان هم ضيعوا عليه يعني. ربنا يسعدكم. انا مش حرام. تمام ماشي شكرا. نظير الوقت الضائع. ايوه. انه ما ضيعوا عليه الوقت، فنظير الوقت انا بشتري الوقت ده، فهو بكام؟ فحسب العرف. لا يعني زي ما بيقول مثلا ان حجزت حاجه فدفعت فلوس الحجز. أيوة. وانا عشان كده الناس بتعمل ايه، يقول لك في عربون الاول العربون. رجعت كده فالعربون راح عليك. ايوه شكرا يا شيخ احمد، اشكرك جدا في نهايه الفيديو. جزاك الله خير، ربنا يكرمك. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وضيوفنا الأستاذ عزة الطاهر المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء، والأستاذ ملهم العيسوي مؤسسة سقيا الماء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك. إحنا طبعا النهاردة هنعرض أكتر من تقرير لإنجازات مؤسسة سقيا الماء، وعايزين نبدأ معك أستاذ عزة أحدث حاجة المؤسسة دلوقتي، المشروع كبير اللي بتعمله اللي هو محطة تحلية المية في قناف الصعيد. بالظبط، هي المحطة بتاعت التحلية، احنا ده التوجه الجديد اللي احنا بدأنا نشتغل عليه في المؤسسة الفترة اللي جاية ان شاء الله، ان احنا مش عندنا محطة واحدة، لا احنا عندنا بلان لمحطات كتير جدا، ان كان في الصعيد او ان كان في مطروح الفترة الجاية. ليه اخترنا المحطات؟ زي ما قلنا قبل كده كذا مره، علشان عدد المستفيدين اللي الناس او المتبرعين دايما بيدوروا عليها، ان انا افيد عدد كبير من الناس، هي دي الصدقه اللي انا نفسي استفاد بيها. فلقينا ان هي دي متوفره في المحطات. ليه متوفره في المحطات؟ لان المحطه اللي انا بتكلم عليها النهارده هي هتفيد في اليوم من 30 ل 40 الف نسمه بيستفادوا بالميه دي. المحطه دي بتضخ ل 30 40 الف بني ادم في نفس اليوم بيشربوا منها. دي حاجة. حاجة تانية، عدد الوصلات اللي طالعة منها برضو كبير جدا، فده برضو أنا بدور عليه. المختلف النهاردة اللي أنا هتكلم عنه، إن أنا الحلقات اللي فاتت قلنا إن إحنا هنعمل المحطة دي وبنقول بسم الله هنبدأ، لا النهاردة أنا جايب صور، الصور دي بتقول إن إحنا لا ده إحنا بالفعل بدأنا، وبالفعل في خطوات بدأت تشتغل، وهو ده اللي اتكلمنا عليه قبل كده، إن المحطة هي إحنا عاملينها أسهم، السهم الواحد 5000 جنيه للفرد، فبدأت إحنا بنتكلم في حوالي أعتقد 2000 سهم، يعني هي المحطة كلها بعشرة مليون جنيه في 2000 بيساوي العدد ده يعني.
اللي انا بتكلم فيه النهارده اللي احنا وصلنا له للصور اللي هتعرضها فيها او اللي هنشوفها في الصور ان احنا خلاص بدانا في مراحل التنفيذ وبدانا ان احنا نوصل لخطوات كويسه جدا الفتره دي. فاعتقد ان احنا خلاص السباق بدا او الناس تقدر تبعت او تقدر تلحق دورها في المحطه دي وتلحق دورها في الصدقه او في الاستبانه. هي دي البدايه بالظبط. دي خلاص احنا كده بدانا نعمل استملات وبدانا نعمل القواعد بتاعه المحطه نفسها لان احنا اتفقنا ان احنا بننشئ المحطه من A to Z. كنا قبل كده عملنا محطه اسمها في الذهانات في هنا برضو. المحطه دي احنا كنا بنكمل الشغل عليها, اما دي لا احنا بنبداها من اول خالص. بالظبط كده. فالحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نعمل الخطوات بسرعه فيها. يعني المخطط بتاعنا ان احنا خلال الست شهور او في خلال ست شهور من دلوقتي ان احنا نكون انهيناها خالص وبدأنا ان احنا كمان نوصل الوصلات للبيوت. فتاني احنا بنتكلم ان المحطة دي هتخدم 30 ل 40 الف نسمة. تكلفة السهم الواحد انا اقدر ادفع 5000 جنيه, انا معيش ال 5000 جنيه. اي مبلغ احنا بناخده احنا حاطين الاسهم دي بس عشان نعرف المحطة وصلت لحد قد ايه, ناقص لها كام علشان نبقى شغالين ابديت دايم للمحطه يعني نفسها. هي اللي ربنا يتقبل يا رب. اللهم ان شاء الله. استاذ ملهم اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عزت, منور ما شاء الله. الله يخليك انت المنور. نموذج مشرف لمؤسسه سقيا الماء. وما شاء الله استاذ دعاء الصور اللي احنا شايفينها, دايما بقول مؤسسه سقيا الماء زي الشعار ما نعمل من اجل الانسان. هنا اللي نقدر نقول عليه دايما افعال لا اقوال. هنا بننطلق من خلال حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبتمنى أن كل الأحباب ياخدوا بالهم من هذا الحديث لأن فيه أفعال خير كتير قوي, بس أنت حط إيدك على طريق الخير وعلى باب الخير اللي أنت عايزه. سيدنا النبي قال سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبر, حسنات دائمة, صدقة جارية شغالة وانت في قبر. سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبر. واحد, من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو بنى مسجدا أو غرس نخلا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته أو ورث مصحف. سبع أمور بتجري العبد بعد موته, منها حفر الأبار, منها حفر الأنهار, منها أشياء كثيرة وعديدة. ولكن زي ما بنقول دايما وبننطلق من خلال الآية الكريمة, وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عايز فلاح, عايز نجاح, عايز نجاة, عايز أمل, عايز نجاة, عايز حب, عايز صدق, عايز سكينة, عايز مودة, عايز رحمة, عليك بالإنفاق وعليك بالصدقة. وفعل الخير موجود معانا من خلال مؤسسة سقيا الماء, من خلال الأفعال للأقوال, ومن خلال النماذج اللي احنا شايفينها. ربنا يتقبل من الجميع يا رب. اللهم آمين يا رب. نشوف مع مشاهدينا أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة سقيا الماء. عداد الحسنات اللي مش هيوقف ابدا, انما شغال لصاحبه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. احنا دلوقتي موجودين مع مؤسسه سقيا الماء في محافظه مرسى مطروح, بنستلم مجموعه من الابار بفضل الله عز وجل قامت بها مؤسسه احمد بن زايد ال نهيان الخيريه بدوله الامارات بالتنسيق مع سفاره الامارات في جمهوريه مصر العربيه بالتعاون مع مؤسسه سقيا الماء. والحقيقه كما عودتنا مؤسسه احمد بن زايد ال نهيان على أعمال الخير ليس في دولة الإمارات فقط, بل يعني تمتد أياد الخير لديهم لتقوم بأعمال الخير في خارج دولة الإمارات بفضل الله عز وجل. وهذا هو العمل المبارك الذي يرجى أجره ويرجى ثوابه من رب العالمين. ولما لا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقي الماء, ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. هو ده الأجر اللي هيبقى, هو ده الأجر اللي هيستمر. سيدنا النبي قال لنا أن في سبع حاجات أجرهم مستمر للإنسان حتى بعد موته. قال سبع يجري أجرهن للعبد في قبره, من ورث علما أو أزرى نهرا أو حفر بئرا
أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو ترك مصحفاً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له. فيا مسلمون، قدموا لأنفسكم الخير وأنتم في الاستطاعة، وجزى الله خيراً كل من يقوم بهذه الأعمال المباركة، كل من تمتد يده بالعطاء والخير. مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان اليوم تضرب مثالاً في البذل ومثالاً في العطاء بالتعاون مع مؤسسة أخرى. هي دي الروح الحقيقية اللي محتاجينها في العمل الخيري. فيا رب اجعل أيدينا ممدودة بالخير دايماً، واجعلنا يا رب على الخير أعوانا، وللخلق يا رب وللفقراء خداما، اجعلنا رسل رحمة لخلقك يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا التقرير طبعا، وهو في مرسى مطروح في الرحلة الأخيرة لمرسى مطروح واستلام أبار المية، ودي استلام أبار المية بتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مصر. يعني هنا كنت هتكلم على الأبار في العموم، بس أشكر طبعا سفارة الإمارات والمؤسسة، لأن هي التعاون ده هو دليل على الثقة وعلى المصداقية، لأن الحمد لله المؤسسة بقالها سنة وثمان شهور بتحاول أن هي تغرزها في الأرض. فإن احنا نتعاون مع مؤسسة كبيرة زي دي أو مع سفارة الإمارات تكون هي حلقة الوصل ما بيننا وبين المؤسسة أحمد بن زايد، فدي الحمد لله دي خلتنا نحس أن احنا فعلا ماشيين في الخطوات ثابتة وخطوات صحيحة. دي نقطة. نقطة تانية بقى فكرة الأبار، احنا متعودين في البرنامج هنا ان احنا دايما لازم يكون معانا حاجات جديدة نعرضها على المتبرعين. احنا الأبار اللي بتتعرض دلوقتي او اللي احنا شفناها دي أبار تخزين أمطار، برضو في صور انا جايبها، الصور دي بتوضح يعني ايه بير تخزين أمطار، شكل البير من تحت عامل ازاي، لان الناس بتختلف او بتدخل الأبار في بعض، الأبار اللي هي بتاعت تخزين أمطار او الأبار الجوفية. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الأبار تخزين الأمطار هي عبارة عن غرفة تحت الأرض بيتخزن فيها مية المطر لحد ما الناس تسحبها وتشرب منها. طب الأبار الجديدة اللي احنا جايين نتكلم عليها النهاردة هي أبار الجوفية، للناس كلها كانت دايما بتتصل بينا تقول لنا انتوا ليه ما بتعملوش أبار جوفية، اللي هي الأبار بقى اللي احنا بننزل على عمق 100 متر أو 60 متر لحد ما المية بتطلع. دي بالفعل احنا الحمد لله بدأنا فيها وعملنا لحد الآن 10 أبار ومكملين إن شاء الله. الأسعار بتاعت الأبار دي هي برضو تتراوح نفس الأسعار بتاعت المحطات أو الأبار بتاعت تخزين الأمطار، هي 25 و35 ألف. هي عبارة عن إيه البير اللي هي اللي احنا بنعمله في بني سويف دلوقتي؟ أيوة، بس هي دي في أماكن تنفع في أماكن معينة وما تنفعش في أماكن معينة. بالزبط. يعني في أماكن معينة لازم اللي هي الأبار التخزينية، وفي أماكن معينة تنفع الأبار اللي احنا بنحفر وتطلع مية. بالظبط. أنا كنت ليها أماكن ودي ليها يعني احنا الناس طلبوا مننا انتوا ليه ما تاخدوش مننا الفلوس وتعملوا في مطروح أبار جوفية عشان المية تبقى مستديمة؟ ما ينفعش لان باطن الارض اصلا فما تروح الميه ملح، البيئه نفسها. بالظبط. فانا عشان اعمل ده انا لازم اعمل محطه تحليه كامله كبيره، فهتاخد مبالغ كبيره جدا جدا. طيب فين بقى الابار اللي احنا بدانا نعملها الارتوازيه دي او الجوفيه؟ احنا بدانا نعملها في بني سويف، الميه بتطلع على اعماق قليله جدا. فاحنا بدنا ننزل ل 60 متر عشان نضمن ضخ الميه يكون كبير، نضمن ان الاملاح بتاعه الميه اصلا تطلع افضل او تطلع ميه حلوه يعني. بالظبط. ومع ذلك احنا بنعمل برضو وحده فلتره جنب البير عشان الشوائب اللي بتطلع في الميه الجوفيه دي تكون محلاه او تكون كويسه. تمام. فاحنا بنقول للناس دي بشره ان احنا الحمد لله المؤسسه عندنا بقت شغاله في شكلين او في حاجتين من الابار، الابار التخزينيه والابار الجوفيه. حضرتك تقدر تختار ده او تختار ده. طيب نشوف بقى دلوقتي تقرير خير تاني ومؤسسه سقيا الماء ونرجع نعلق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجع الإسلام على إعمار الأرض وزراعتها، وأن يكون المسلم إيجابيا في كل أحواله، وأن يكون نافعا لنفسه ولغيره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كل فعل من أفعال البر والإحسان. سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. أستاذ ملهم، شفنا طبعا تقرير مؤسسة سقيا الماء والوقف لله والنخل وزرع النخل. يعني أنا
شخصيا بحب جدا فكره الصدقه الجاريه النخل. اه ما شاء الله حاجه جميله، وما شاء الله استاذ دعاء ربنا يتقبل منك يا رب ويتقبل من كل اهل الخير. امين يا رب. بناخد من التقرير كلام الحاجه حسنى، ما شاء الله كلامها مؤثر، كلام طيب وجميل، واللي انا عرفته من الاستاذ عزت ان هي يعني دائما مشتركه في الخير، وما شاء رب العالمين عامله ابار وعامله يعني غرس للنخل كثير، وبتطلب ان يبقى لها بير في ابعد منطقه. وهيكون لها اول بير في السلوم ان شاء الله. وانا عايز انا اسف اعلق كمان هي يعني اختارت ابعد مكان عشان تروح تزوره. يعني بتروح كمان معناها سنها هي معديه 70 سنه. ما شاء الله. فهي عايزه تاخد ثواب السعي كمان. طبعا ما شاء الله. هو كله خير وربنا يتقبل. واللي نقدر نقوله في غرس النخيل ده استاذ دعاء ولكل الاحباب، من غرس لله نمى الله له ما غرس، من عمل لله بارك الله له فيما عمل، من قدم لله قدم الله له كل خير، من أعطى لله أعطاه الله من كل خير، من أعطى أعطي، ومن نفع نفع، ومن ستر ستر، ومن جبر جبر، ومن جبر خاطر الخلق جبر الحق خاطرة، ومن أغاث ملهوفا أغاثه الله يوم القيامة، ومن وسع على العباد وسع له رب العباد، ومن أعطى لله أعطاه الله من كل خير، ومن أعطاه الله أغناه. من أعطاه الله أغناه. فاللي أنت بتعمله هتلاقيه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ربنا يقدرنا ويقدر الجميع على الصدقة والخير ويرزقنا من فضله. آمين. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. برنامج بيت دعاء مهم عندنا جدا المصداقية، علشان كده أنا كل فترة بحب أنزل مع مؤسسة سقيا الماء على الأرض علشان أشوف بنفسي وأتابع الإنجازات. أنا موجودة النهاردة معاهم في محافظة مرسى مطروح وفي منطقة راس الحكمة، بس طبعا جوه في الصحراء كالعادة بنفضل ماشيين كيلوات كتيرة جدا جوه الصحراء. أنا يعني ساعات بقول أنا مش عارفة إزاي هم بيوصلوا للأماكن دي، وإن هنا في سكان وناس محتاجين للمية. النهارده جايين علشان نستلم ثلاث أبار مع سفارة دولة الإمارات ومؤسسة أحمد بن زايد النهيان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سقيا الماء. ثلاث أبار هنستلمهم إن شاء الله النهارده في محافظة مرسى مطروح. وزي ما انتم شايفين الستايل البير ده انا معجبه بيه جدا، الستايل بقى اللي هو العربي معمول بيه. انا مبسوطه ان انا بشوف الانجازات بنفسي على الارض، وربنا يكرم كل حد بيساهم في الخير وبيساهم في انه يوصل الميه للناس اللي فعلا بعيده كده والناس اللي فعلا محتاجه الميه دي. شكرا لسفاره دوله الامارات على اعمالها الخيريه ومؤسسه احمد بن زايد النهيان الخيريه ومؤسسه سقيا الماء، وكل حد بيفكر وبيعيش لغيره مش بيعيش لنفسه بس. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. احنا طبعا في نهاية حلقتنا عايزين تعليق أخير، وطبعا أستاذ ملهم احنا كنا مع بعض في الرحلة الأخيرة لمرسى مطروح في استلام الأبار دي، وطبعا أبار
سفارة دولة الإمارات. الإمارات حاجة جميلة، وبنقول دايما أن تعاون جميل وتعاون رائع، وده بيدل على مصداقية مؤسسة سوقيا الماء، أن يكون في مؤسسة من خارج مصر بتتعاون وتطلب التعاون مع مؤسسة سوقيا الماء من خلال هذه المؤسسة المحترمة وأصحابها والقائمين عليها في دولة الإمارات، ومن خلال أيضا سفارة دولة الإمارات، فلهم كل التحية والتقدير. تعاون في الخير، تعاون في كل فعل خير، وده اللي احنا بنتمناه وبندعو ربنا سبحانه وتعالى أن نكون دائما من أهل الخير ومن فاعل الخير، وأن نكون من أبواب الخير ومن الناس اللي بتدل الناس على الخير والدالة على الخير كفاعل. فبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. يا رب اللهم أمين. نسأل ربنا أن يرزقنا الصدق دائما والإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يحفظ مصر من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين، وأن يجعلنا دائما من مفاتيح الخير ومن أبواب الخير. يا رب اللهم أمين. آمين. اللهم أمين يا رب. أستاذ عزة، تعليق أخير في حلقتنا النهاردة من حضرتك. طيب أنا تعليقي للمتبرعين بقول له، لو أنت بتدور على المصداقية في المؤسسة، إحنا بنقول مش بس بنبعت الصور لأي تبرع حضرتك بتتبرع بيه، لا إحنا بنقول لك تعالى معانا كمان شوف، عايز تستلم البير بتاعك بتيجي تستلم، عايز الزرعة بتاعتك اللي هي النخلة عايز تزرعها بتيجي تزرعها بإيدك وتحط اليافطة بإيدك. لو بتتكلم على التطوير وعلى تطوير الصدقة إزاي أطورها وإزاي أقدمها، إحنا عندنا كل شهر لازم يكون في تطوير جديد، إن كان في الصدقة القديمة زي ما قلنا في الأبار إن إحنا في أبار عملناها من سنة، النهاردة إحنا فكرنا إزاي نطور الأبار دي أو إزاي نحافظ على الصدقة تكون دايمة، فهنعمل محطات جنب كل الأبار اللي عملناها اللي هم 1200 بير النهاردة قدرنا الحمد لله نخلصهم، هنعمل 3 محطات حواليهم علشان نضمن ان الصدقه الصيف والشتاء شغاله. وتقول يعني قالوا لنا احنا عايزين صدقات او عايزين حاجات او مشاريع بتفيد عدد كبير جدا، جبنا لهم محطات التحليه بتاعت انا اللي احنا بنعملها النهارده بتخدم من 30 ل 40 الف بني ادم. لو بنتكلم على سرعه توصيل التبرع بقى لينا او ازاي نوصل لينا التبرع، في الارقام موجوده على الشاشه دلوقتي، يقدر يتصل بينا المندوب بيروح له على البيت، يقدر ياخد رقم فودافون كاش لو عايز يحول على فودافون كاش من عن طريق الموبايل وهو قاعد، يقدر يحول عن طريق البريد لو هو عايز يحول مبلغ من البريد نفسه. عندنا سبل كبيره جدا او كتيره جدا بنسهل على المتبرع نفسه ان هو يصل لنا، بياخد ايصال مختوم من المؤسسه عشان يضمن حقه ويبقى ده العقد اللي ما بيننا وما بين المتبرع، الايصال ده فيه مكتوب فيه كل البيانات اللي احنا بنشتغل بيها علشان لما يجي يستلم البير يليه مكتوب فيه، وكل ده بالتعاون مع الجهات المعنيه. طبعا. ربنا يكرمكم ويتقبل من الجميع يا رب. أشكركم جدا في نهاية الحلقة يا. وبشكر كل مشاهدينا، وسيبكم مع آخر تقرير خير ومؤسسة سوقيا الماء. زي ما أنتم متعودين دايما من مؤسسة سوقيا الماء على الإنجازات الكبيرة والأنشطة الكبيرة، عملت مؤسسة سوقيا الماء من سنة تقريبا محطة الزهنات في دشنة ومحافظة إنا، وجاية المرة دي عشان تعمل محطة أضخم وإنجاز أكبر، محطة كرم عمران. هنا في محطة كرم عمران في مدينة إنا محافظة إنا، المحطة اللي موجودة دي هذه لا تكفي حاجات الناس. ليه؟ لأن عندنا نجع جبريل، قرية نجع جبريل والقرى المجاورة حوالي من 30,000 إلى 40,000 نسمة محتاجين إن هم يعيشوا وتوصلهم المية، فإحنا محتاجين نرفع نعمل محطة وننشئ محطة من الألف إلى الياء علشان نقدر نوصل المية ونعمل لهم خزان هناك في نجع جبريل. هنعمل المحطة هنا كرم عمران في أقل من المدة المحددة إن شاء الله. كل خطوة في حياتنا بتبتدي بحلم، والحلم ساعات بيكون كبير قدامنا، وأعظم الأحلام إنك تفكر في غيرك، إنك أنت تكون سبب لغيرك إنه يعيش ويساعد غيره إنه يعيش. مؤسسة سوقيا الماء جت هنا بعد ما شفنا محطة كرم عمران وقلنا لكم إن إحنا عايزين نعمل المحطة دي، بس أنا عايز أقول لأبائنا وحبايبنا اللي إحنا واقفين في وسطيهم دلوقتي، إن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله إحنا خلاص اتعمل البروتوكول ما بين مؤسسة سوقيا الماء وما بين شركة المية، علشان لما شركة المية وثقت في مؤسسة سوقيا الماء لما عملت من سنة محطة الزهنات في دشنة برضه هنا في إنا، الحمد لله إن شاء الله بكمية المسيرة وحنبدأ العمل هنا.
المجتمع المدني بيكون دور مهم جدا ان احنا نقدر نساعد كل ما يتعلق بكل ما يحتاجه أهالينا في كل مكان، والشراكة مع الحكومة ان احنا نقدر نوصل المية وكل ما يحتاجه أهالينا في كل مكان. احنا هنا ليه النهاردة؟ احنا هنا عندنا حلم، والحلم ده احنا بنفكر فيه وبإذن الله هيتحقق بدعم حضراتكم. هيتم عمل محطة مية هناك. محطة المية دي هتكون لأهالينا في عزبة جبريل، هتخدم من 30 ل 40 ألف نسمة. المحطة هتقدم 30 لتر في الثانية. بدعم حضراتكم مجهودات سقيا الماء، وان احنا كل مكان في مصر من صعيدها من شرقها لغربها من مرسى مطروح، وقمنا بعمل العديد من المحطات الحقيقة بتعاون مع الحكومة المصرية، بإذن الله نكون مع بعض في خلال 3 شهور واحنا بنحتفل ببناء محطة مياه عزبة جبريل هنا في كرم عمران، محطة كرم عمران، واللي جاي أحلى طول ما حضراتكم تدعموا مؤسسة سقيا الماء. شاركنا خير كبير وساهم معانا في إنشاء محطة مياه لأهالينا في عزبة جبريل بمحافظة إنا. شارك معانا بصدقتك وزكاتك بسهم أو أكتر، قيمة السهم 5000 جنيه، أو شارك باللي تقدر عليه. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.